بسم الله الرحمن الرحيم، هنتنقل لجزء جديد اللي هو الـ significant figures، الأرقام المهمة. في عندي مجموعة من القواعد لابد إن أنا أعرفها عشان أقدر أحسب وأعد الـ significant figures. أول قاعدة بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن أي رقم غير الصفر هنعتبره significant figures. تعالوا نشوف الإكزامبل ده على طول. عندي الإكزامبل ده اللي هو الرقم ده، عندي أربع أرقام كلهم غير الصفر، ادي 1 2 3 4. يبقى اذا الاربع ارقام غير الصفر يبقى انا كلهم significant figures. يبقى عندي كام؟ 4 significant figures، اربع ارقام مهمه. طيب القاعده الثانيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي الصفر، اذا بقى عندك صفر، احنا قلنا الاولين القاعده الاولى ان اي رقم غير الصفر. طب لو عندك صفر، الصفر ده اذا وقع بين الارقام الصحيحه، بمعنى ان احنا احيانا بنسوي كده الزيرو ده بيسموه ساندوتش، اللي هو اكنك بالظبط حاطط الساندوتش اللي هو رقم صحيح قبل منه ورقم صحيح بعد منه. تعال نشوف الاكزامبل ده. انا عندي زيرو اهي، الزيرو ده هيت موجوده منها قبل منها رقم صحيح وبعد منها رقم صحيح. في الحاله دي بعد الزيرو يبقى عندي هنا كام رقم صحيح؟ رقم significant figures 1 2 3 4، 4 significant figures. تعال ناخد اكزامبل تاني. ادي عندي هنا ادي 0 0 وبعد كده رقم صحيح وبعد كده 0. في الحاله ديت اعد كل الارقام لان الزير وقع بين ارقام غير الصفر. يبقى اذا 1 2 3 4 5 6، يبقى عندي كام؟ 6 significant figures. طيب اذا الصفر بقى موجود على شمال الرقم، ودي القاعده الثالثه، لو عندي اصفار بس على الشمال، على الشمال ما بنعدهاش لأن الأرقام اللي على شمال الرقم اللي غير الصفر بتبقى أرقام غير مهمة، زي الرقم ده. لو عندي هنا 2 زيرو موجودين أهو، موجودين على شمال التسعة، يبقى إذا الرقمين الزيرو دول مش هحسبهم معايا كـ significant figures، وعد بس الأرقام الصحيحة عندي، الأرقام غير الصفر، يبقى عندي 2 significant figures. إكزامبل تاني، عند أربعة موجودين زيرو على شمال الفور، يبقى عندي كام significant figures؟ 3 significant figures. إكزامبل تالت، عندي كام رقم غير الزيرو؟ تلات أرقام على شمالهم زيرو، يبقى إذا محدش الأرقام أو محدش الزيرو عندي، يبقى كام significant figures؟ 1 2 3 significant figures. طيب القاعدة الرابعة بتقول لي إن sometimes الزيرو نحسبه significant figures واحيانا مش هنحسبه significant figures. يعني ايه بقى احيانا ومش احيانا؟ الموضوع ملوش قاعده ولا ايه؟ اقول لك تعال شوف الاكزامبل ده عشان نفهم مع بعض. لو عندي رقم زي ده، الرقم ده عندي هنا هو اصفار موجودين عندي في الرقم ومفيش ديسمال، مفيش اللي هي البوينت الصغيره دي. اذا مفيش البوينت هنا معنى ان الاصفار ديت مش هحسبها معايا كسيجنيفيكانت فيجرز، يبقى عندي بس اونلي 1 سيجنيفيكانت فيجر. طب لو نفس الرقم عنده في ديسيمال اهي، في بوينت، يبقى في الحاله ديت اعمل ايه؟ اعد الاصفار معايا كسيجنيفيكانت فيجرز. يبقى عندي كام سيجنيفيكانت فيجرز؟ يبقى عندي 1 2 3 4، 4 سيجنيفيكانت فيجرز، اربع ارقام مهمه. بعد ما أخذنا قواعد الـ significant figures هنروح إلى شوية practice كده على الـ significant figures ونشوف إيه الأمثلة وإيه الأسئلة اللي ممكن تقابلني. تعالوا نشوف أول رقم. بقول للرقم ده عايزين نعد كام significant figures فيه. أنا عندي أصفار والأصفار بتقع في النص، يبقى إيه؟ هنحسب الأصفار عندي كمان. يبقى تعالوا نعد كده 1 2 3 4 5، يبقى كام significant figures؟ كام رقم مهم؟ يبقى ايه؟ 5 significant figures. السؤال التاني بيقول لي عند الرقم ده وعنده هو 7 اصفار، لكن في عندي هنا ايه؟ ديسمال موجود، في علامه عشريه، يبقى في الحاله دي اعد الاصفار عندي. تعالوا نعد 6 اصفار والرقم يبقى كام؟ والزيرو يبقى 7 صفر ورقم 7 كمان، يبقى كام significant figures؟ 8 significant figures. اكزامبل تالت، عندي فيه اصفار بس الاصفار كلها موجوده على شمال الرقم، يبقى في الحاله ديت مش هحسب ايه الاصفار عندي، يبقى كام significant figures؟ 4 significant figures، يعني بس اربع ارقام مهمه.
الاكزامبل ده عندي هنا ايه؟ مفيش ديسمال صح، لكن عندي في اصفار، يبقى الاصفار دي مش هحتاجها. يبقى اذا كام significant figures؟ يبقى 4 significant figures، دول بس الارقام المهمه 1 2 3 4. طيب تعال ناخد كمان examples. الرقم ده شايفينه زي الرقم ده اللي هو اللي عندي ده، ده هو نفس ده، بس هنا مفيش ديسمال، لكن في هنا ديسمال. شايفين الفرق هيبقى ايه؟ هنا كان 8 significant figures، هنا هيبقى الاصفار كلها مش significant figures، ويبقى عندي بس رقم واحد هو ايه؟ الرقم المهم اللي هو significant figure. سؤال تاني، الرقم ده سهل، الارقام كلها على الشمال، الرقم الصحيح يبقى كام significant figures؟ ايوه سامعكم، 2 significant figures. اكزامبل كمان، الرقم ده فعندي هنا ديسمال، يبقى في الحاله دي احسب الاصفار عندي كلها، يبقى اذا كام significant figures؟ 7 او 7 significant figures. اكزامبل كمان اهو، 4 اصفار موجودين على شمال ايه؟ الرقم الصحيح، يبقى اذا الاصفار مش هتتحسب عندي ولا عدها، يبقى كام؟ 3 significant figures. وتعالوا نشوف كمان examples على significant figures. لو جاب لي رقم زي ده وقال لي طلع لي كام significant figures في الرقم ده، نشوف اول حاجة اذا لقيت عند الرقم فيه 10 اس رقم، معناه ان مش معايا في significant figures وهستبعدها مبدئيا. طب نبص بقى للرقم ده، الرقم ده فيه decimal اللي هي العلامة العشرية، في الحالة ديت اعد الزيرو معايا، يبقى اذا دول الرقمين دول significant figures، يبقى اذا كام significant figures؟ 2 significant figures. طيب نشوف الرقم ده، الرقم ده فيه زيرو في النص وفي زيرو على اليمين. نبص هنا اذا في عندي كوما ولا في عندي ديسمال اللي هي النقطة او الفاصلة العشرية. اذا كان عندي هنا كوما في الحالة ديت الزيرو اللي على اليمين مش هحسبه، واللي بترجع فاكرين لما كنا بنقول احيانا الزيرو بنحسبه واحيانا ما بنحسبوش. إذا كان عندي هنا بقى كوما يبقى في الزيرو ده ما بيتحسبش، يبقى عندي كام significant figures؟ يبقى عد أدوان 2-3 significant figures. طيب نبص الرقم ده، الرقم ده عندي إيه؟ زيرو في النص وعندي كمان 2 زيرو في الآخر أو على اليمين، وعندي كوما وعندي ديسمال. في وجود الديسمال دي هعد كل الأرقام اللي موجودة عندي بمفهوم الزيرو، زيرو اللي موجودين هنا على اليمين. تعال نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6، يبقى عندي كام؟ 6 significant figures. نشوف الرقم ده بيقول لي الرقم ده هو موجود زيرو على الشمال وفي ديسيمال اهي العلامه العشريه. احنا اتفقنا ايه مبدئيا كده، سواء بقى هنا في علامه عشريه في عندي هنا كوما، الزيرو اللي موجود على الشمال مش هعده في السيجنيفيكانت فيجرز. تعال نبدا بقى نعد عندي ادوان 2 3 4 5 6، عندي 6 سيجنيفيكانت فيجرز في الرقم ده. تعالوا نشوف هنحسب ازاي عدد السيجنيفيكانت فيجرز لو عندي عمليه ضرب وقسم، مالتيبليكيشن وديفيجن. القواعد بتقول لي ايه؟ اول حاجه بنعمل او بنكتب عدد السيجنيفيكانت فيجرز لكل رقم، بمعنى لو ضربت رقمين في بعض لازم اطلع السيجنيفيكانت فيجرز لكل رقم، ونفس العمليه في القسم اطلع السيجنيفيكانت فيجرز لكل رقم فيهم. بعد كده الناتج اللي طالع لابد انه يحمل ايه؟ اقل عدد من السيجنيفيكانت فيجرز في الرقمين. طيب الاكزامبل اللي عندي ده هو اللي يوضح الموضوع، بيقول لي ايه؟ عندي ثلاث ارقام اهمت، اضربهم لي في الرقم ده. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنطلع كام significant figures كل واحد. الاولاني كام؟ ثلاث ارقام صحيح صح، يبقى كام؟ 3 significant figures. والتاني 2 significant figures، وعرفنا طبعا ليه، لان مش عندي ديسمال يبقى الزيرو ايه؟ مش معانا في significant figures. طيب تعال نعمل عمليه الضرب، هنطلع الريزلت، ضربنا وطلعنا الريزلت، ادي الريزلت. المفروض يبقى عندي ايه؟ significant figures الرقم ده يبقى اقل عدد من السيجنيفيكانت فيجرز اللي هو 2، يبقى لازم اوصل ده ل 2 significant figures. هنعمل ايه؟
هنعمل راوند للرقم التالي، بمعنى ان انا عندي كام significant figures المفروض يكونوا 2، يبقى ده وده. طب وده اعمل ايه؟ اعمل له راوند هنا. احنا عارفين طبعا القواعد عندنا، اذا الرقم ده اكبر من 5 بيبقى 1 صحيح، واضيفه الى ايه؟ الرقم اللي بعد منه. اذا تحت ال 5 او تحت ال 5 معناه انه ينزل الى 0. بما ان الرقم ده 2 يعني مش فوق ال 5، يبقى في الحاله ديت هيبقى ايه؟ 0. يبقى اذا هعمل راوند من الرقم ده للرقم ده يطلع لي significant figures، او الرقم اللي عندي يبقى كام؟ الرقم ده، بمعنى ان انا عندي بس 2 significant figures. تمام؟ طيب تعال نشوف example تاني. بيقول لي ايه؟ اقسم لي الرقم ده على الرقم ده. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنطلع كل significant figure لكل رقم. الاولاني فيه كام significant figure؟ 4، لان في عندي decimal. والتاني ثلاث ارقام صحيح يبقى 3. يبقى اذا الناتج اللي هيطلع يبقى كام significant figures؟ اقل عدد وهو كام؟ 3. تعال نعمل عمليه القسمه، المفروض الريزلت يطلع لي كده. تعال نعمل بقى ايه؟ عمليه الراوند. تعال نشوف كام significant figures هنطلعهم؟ 3. بس واحد ايه؟ واحد هيقول لي انا عندي من هنا، صح الكلام ده؟ لا طبعا مش صح، لان دول زيرو، والزيرو هنا مش هيعتبروا significant figures. يبقى عندي كام significant figures؟ اول رقم صحيح اللي هو 150، دول ايه؟ الثلاثة significant figures. هنشوف الرقم اللي بعد منه. الرقم اللي بعد منه هل هو فوق الفايف؟ فوق الخمسة؟ يبقى اعتبره واحد صحيح وضيفه هنا. اذا مش تحت الخمسة، اذا تحت الخمسة يبقى في الحالة ديت هيبقى زيرو، بان ديت رقم ثلاثة مش هتضيف لي رقم هنا. يبقى اذا لما اعمل راوند من ده لده يطلع لي الرقم الصحيح، الرقم كام الناتج؟ الرقم اللي موجود عندي اللي بيحمل لي كام؟ 3 significant figures. يبقى عرفنا ازاي احسب عدد السيجنيفيكانت فيجرز في عمليات ايه؟ الضرب والقسم. بعد ما اخذنا بنحسب ازاي السيجنيفيكانت فيجرز في عمليات الضرب والقسم، تعالوا نشوف لو عندي عمليه جمع وطرح اديشن اند سبتراكشن. بنعمل ايه؟ بنقوم بعد الارقام اللي على يمين العلامه العشريه، سواء الارقام دي بقى ايه؟ صحيحه او زيرو. تعالوا نشوف الاكزامبل ده هو اللي هيوريني ازاي ابدا اعدهم. بيقول لي عندي الثلاث ارقام دول، الرقم ده والرقم ده والرقم ده، وعايز نجمعهم واطلع السيجنيفيكانت فيجرز. هنعمل ايه؟ احنا اول حاجه هنعملها نجمع الارقام. هنجيب الكالكوليتر ونحسب الارقام كلها، هيطلع لي ده الريزلت. هنعمل ايه بعد كده؟ هنشوف فين اقل عدد significant figures، ونعمل خط فاصل بالطول كده. هنرسم الخط ده يقطع لي عند اقل significant figures. بعد ما عملنا اللاين ده هنعمل راوند، هنقرب بقى الرقم اللي على يمين العلامه دي، الخط اللي عملته على شمال الرقم اللي موجود. بمعنى ان انا عندي هنا وقت الخمسه كام؟ بما ان عند الرقم ده 5 بما فوق معناها تبقى ايه؟ 1 صحيح، واضيفه الى ايه؟ 8. واذا كانت اقل من 5 عارفين طبعا. يبقى اذا لما اعمل لها راوند يبقى كام الرقم؟ يبقى الرقم ده 14.9، 8 بقت 9. يبقى ده إيه في عمليات الجمع والطرح. طيب تعال نشوف عمليه الطرح. لو انا عندي الرقم ده والرقم ده نفس الطريقه بالظبط، هنعمل عمليه ايه؟ الطرح، يطلع لي الريزلت ده. ونعمل لاين فين اقل عدد significant figures ده، صح؟ يبقى نرسم خط هنا كده في الحته دي. يبقى اذا نعمل لاين بالطول يقطع لي اليمين عن الشمال، ونعمل راوند من الشمال على اليمين، معنى ان السبعه هتبقى طبعا واحد، وتضيف لي واحد على الثلاثه يبقى كام؟ 4، وينزل لي كام الرقم ده. يبقى اذا ده الرقم في عمليه ايه؟ الطرح. ناخد اكزامبل كمان. عند عمليه جمع هي بقول لك معنى الرقم ده مع الرقم ده، ها هنطلع الريزلت. الريزلت اهو، هنعمل لاين بالطول. فين اللاين؟ عند اقل عدد significant figures في الحته دي، صح؟ يبقى نرسم لاين كده يقطع لي كله، ونعمل راوند من اليمين على الشمال على رقم ده. يبقى ان ده رقم واحد، يبقى ما ياثرليش، ما يحصلش اي تغيير في التو. يبقى اذا كام الرقم اللي هو 14.2. اظن فهمنا دلوقتي عمليات الجمع والطرح فيها، وبنحسب ازاي السيجنيفيكانت فيجرز. وبنهايه الجزء ده نكون وصلنا الى اخر شابتر 1،
ويا ريت ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، واللي ما فهمش الفيديو يرجع يشغله ثاني عشان يقدر يستفيد ويحقق اقصى استفادة. والسلام عليكم ورحمة الله.